محمد، هذه هي الإشكالية. الجيش يقول دائما، وقد تحدثت معك قبل ذلك في حلقة سابقة عن هذا الأمر، أنا أريد شرعية دستورية، أريد التمسك بالدستور، أريد مسار انتخابي، وأنتم ترفعون سقف المطالب ولن تقبلوا بأي شيء. لا، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، لأن المطالب محددة. المطالب هي دولة مدنية حقيقية. الشعب تفطن أن العسكر حكموا 57 سنة خلف الستار بشكل أو بآخر. إذا ما يكونش عسكري حاكم مباشرة مثل بومدين والشاذلي وزروال، يأتون بمدنيين ويكونون خلف الستار. فالشعب يريد دولة مدنية حقيقة، هذا أولا. نعم. ثانيا، حينما تقول ضيفتك من الجزائر من أن سقف المطالب ارتفع، هذا الشعب وهو الذي يقرر ما يفعل في بلده. الأغلبية هي التي تقرر، سواء تقرر ذلك بالانتخابات وهو الطريق الأفضل، أو حينما تصبح الانتخابات لعبة في أيدي النظام يكون الشارع هو الذي يقرر. مع ذلك نحن نؤكد من أن الانتخابات هي أفضل الطرق، لكن ليس انتخابات إعادة إنتاج النظام.